نمو ملحوظ حققته شركة غاز البصرة بعملية استثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط خلال هذا العام، حيث بلغ متوسط الإنتاج حوالي 1 مليار قدم مكعب قياسي يوميا. وصلنا إلى 1,000,000,000 قدم مكعب قياسي باليوم، وهذا إنجاز جيد، هو نتيجة الصيانات اللي قمنا بها خلال هذه السنة. تعمل الشركة على استكمال مشاريعها وصولا إلى 1,400,000,000 قدم مكعب قياسي بنهاية عام 2027. احنا في الشركة نطمح إلى استثمار كل الغاز المنتج في حقول جولات التراخيص الأولى اللي هي حقل غرب القرنة، الرميل الشمالي والجنوبي، وحقل الزبير. اليوم غاز البصرة تستثمر ما يقارب 64% من كمية الغاز المنتج المصاحب لإنتاج النفط الخام. إنتاج شركة غاز البصرة ينقسم إلى نوعين: المسال الذي يستخدم لأغراض الطبخ، والجاف لتشغيل محطات الكهرباء. ولا يواجه العراق مشكلة بغاز الطبخ بعد أن تحول من مستورد إلى مصدر لهذه المادة، لكن المشكلة التي يواجهها تتمثل بنقص الغاز الجاف، فما ينتج حاليا يصل إلى 750,000,000 قدم مكعب، وهو يكفي لتوليد 4,000 ميجاوات من الكهرباء فقط، ما يضطر العراق لسد الحاجة عبر الاستيراد من إيران. مستمرون بتجهيز الغاز الجاف إلى شبكة الكهرباء، ونعمل على زيادة الإنتاج من خلال المشاريع التي ننفذها حاليا، وهناك شركات أخرى تعمل أيضا على توفير الغاز، ومنها شركة توتال الفرنسية، وهذا شيء جديد لاستثمار الغاز المحترق. العراق يحرق سنويا 18 مليار متر مكعب من الغاز وفق بيانات البنك الدولي، بينما يستورد من إيران 10 مليارات متر مكعب لتشغيل محطات توليد الكهرباء، ويعد ثالث أكبر دولة في العالم حرقا للغاز بعد روسيا وإيران. يخطط العراق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال السنوات الخمسة المقبلة، ومن أجل الوصول إلى ذلك اعتمد على استثمارات الغاز الطبيعي عبر توقيع عدد من العقود مع شركات مختصة في هذا المجال. سعد قصي، يو تي في، محافظة البصرة.